إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين غير ما مر بأن يستعدوا لليوم الآخر، وأن يعيشوا حقائقه في حياتهم الدنيا قبل أن يعيشوها في اليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سقت هذه الآية بشكل خاص لما فيها من الوعيد الشديد، مع أنها آية لا تتعلق بالكفار، لا تتعلق بالكفار، وإنما تتعلق بمن نودوا يا أيها الذين آمنوا. فإذا المؤمنون أنفسهم في غير مأمن، في غير مأمن ولا ضمان من أن يدخلوا النار، نعوذ بالله الرحمن الرحيم من النار. قوا أنفسكم، فلم يخاطب الكفار هاهنا، وقد علم وعيد الله جل وعلا لمن كفر به، تلك قضية أخرى، وإنما القضية هاهنا أن المخاطبين إنما هم الذين آمنوا. قوا أنفسكم، أنتم أولاً وأهليكم ناراً. ووصف الله ما بها من الشدائد، نعوذ بالله منها ومن طريقها، وقودها الناس من الكفار ومن بعض المؤمنين، نعوذ بالله منها، والحجارة، لبيان هولها وخطرها وشدة حريقها وتحريقها، من أنها مستعدة لأن تأكل الحديد والمعادن والجبال، ومن أن خزنتها من الملائكة هم كما علم بنص القرآن الكريم، عليها ملائكة غلاظ شداد، يستجيبون لأمر ربهم بما أمروا، لا يعصون الله ما أمرهم، ويطبقون على التمام والكمال بلا نقص ولا زيادة، ويفعلون ما يؤمرون. الخطاب إذن، وهذا هو الموقف المهول للذين آمنوا، رب العالمين كيتكلم مع المسلمين الآن، مع المسلمين الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يخاطبهم بالسياق الذي دأب القرآن على مخاطبة الكفار به. خطبنا رب العالمين باللغة اللي مولف سبحانه كي خطب بها الكفار، لغة شديدة رهيبة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لما كل ذلك؟ إنما هو لبيان
أن لله جل وعلا حقوقا على الناس أجمعين، يستوي في ذلك المؤمنون والكفار من حيث طلبوا الائتمار بأمر الله والانتهاء بنهيه من حيث هي حقوق. يعني رب العالمين يخبرنا سبحانه بأن عنده حقوق على الخليقة دياله، حقوق الله التي نسيها الناس في هذا الزمان بشكل خاص، وتحدثوا عن حقوقهم هم. الخطاب العالمي الآن في الكرة الأرضية كلها يتكلم على حقوق الإنسان ونسوا حقوق رب الإنسان، ونسوا حقوق رب الإنسان. ولذلك الله جل وعلا ينبه عباده المؤمنين، العباد اللي هما ديوله المؤمنون، ألا يغتروا بما عليه ضلال الضلال من نسيان حقوق الله جل وعلا. لأن المؤمن وإن كان مؤمنا إن نسي حقوق الله كان مآله مآل الكفار والعياذ بالله. يعني النتيجة دياله هو راه مؤمن مسلم، ولكن النتيجة اللي غادي يوصل لها إن نسي حقوق الله ولم يقم بها، النتيجة هي نفسها النتيجة التي يصير إليها الكفار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفعلا حينما ينغمس المؤمن في الحياة الدنيا وتدور عجلتها به، حياة المادية الاجتماعية حياة عنيفة قوية كتستوعب الإنسان وتدخله في وسطها وتدوره، فإذا به ينسى كل شيء، بل ينسى حتى نفسه، حتى النفس ديالو ينساها، حتى النفس ديالو ينساها وينسى ما يصلح له وما ينفعه وما يضره، فإذا به وقد سعى في الأصل من أجل منفعة نفسه يجري لمضرتها. كتاب الله جل وعلا، هذه الرسالة القرآنية الربانية التي تنزلت من فوق سبع سماوات على الإنسان، تذكره بحقيقة وجوده وبطبيعة حياته من أجل أن لا ينسى أنه في نهاية المطاف عبد، تجري في الدنيا وتبني الدنيا ولكن عندك تنسى بأنك عبد، عبد لمعبود واحد هو رب الكون. هذه الحقيقة التي نسيناها اليوم هي التي أضرت بالمسلمين جميعا في الأرض، وأركستهم وأردأتهم وآلكتهم وصيرتهم إلى ما هم فيه من ذلة وهوان. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالعبد إذا مطالب بأداء حق الله أولا، أول حاجة مطلوب من بنادم يفكر فيها هي حقوق الخالق، هذاك اللي خلقك واجب عليك تفكر في الحق ديالو شنو هو. وقد خلقك ورزقك ورعاك ثم هداك برسالة القرآن التي تنزلت على رسوله الكريم سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الغفلة دي الحياة الدنيا والعجلة الاجتماعية المادية التي تدور بنا تنتهي، غادي توقف عند كل لحظة من أجل كل مؤمن أو كل إنسان. لما تجي اللحظة دي الاطلاع على الحقيقة كاملة غير منقوصة، ستكتشف أنك كنت واهما وأنك كنت ضالا وأنك كنت تسعى لمضرة نفسك لا لمصلحتها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللحظة التي تنتظر كل إنسان، أنا وانت والأخر والأخر، وكل من يعز عليك، زوجك، أبناؤك،
كل إنسان تعرفه أو لا تعرفه في محيطك أو بعيدا عن محيطك سيصل إلى تلك اللحظة حيث تبلغ الروح الحلقوم أو التراق وتقلب ديك الساعة المستشفيات والمصحات العامة والخاصة والأطباء المهارة وقيل من راق ديوه الكلينيك الفلاني ديوه الاختصاصي الفلاني ديوه هنا هناك إذا كان الأجل قد انتهى فلا فائدة وقيل من راق والتفت الساق بالساق جاءت العلامة الدالة القاطعة على أن الموعد إنما هو موعد رحيل الوقت إذا ظهر بأنه مش وقت ديال الدواء مش وقت العلاج وإنما هو وقت وداع الأرض ووداع سكان الأرض ووداع الأهل والزوج أو الزوجة والأبناء والحفادة ووداع عالم الدنيا إلى عالم الآخرة والتفت الساق بالساق سواء فهمنا على حسب تأويل المفسرين أن التفاف الساق بالساق هو مما يحدث للبدن من تشنج عند خروج الروح هنا معروف بالمشاهدة وبالتجربة لمن رأوا ذلك مرارا وتكرارا أن الموت يبدأ من القدمين فتتشنج القدمان أو فهمت كما فهمه بعضهم بأنه حال الأهبة يوم الحشر اللحظة التي تبعث فيها بندم وسط الجموع الغفيرة الهائلة من الملايير ديال الآدمية من عهد آدم إلى آخر من يكون يبعثون لحظة واحدة كخلق نفس واحدة فإذا بهم جميعا على صعيد واحد ممتد لا ترى فيه عوجا ولا أمتا والتفت الساق بالساق إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق اللحظة التي يتجلى فيها رب الكون للناس وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب لحظة الحساب وبيان ما لك أو عليك هذه اللحظة هي اللحظة الحاسمة هي لحظة الحقيقة المطلقة الحقيقة المطلقة ثم تشوفها تراها بعينك حينما تنشر الصحف ويوضع الكتاب وينصب الميزان وتأتي الملائكة لتعد عليك كل صغيرة وكل كبيرة أول شيء الإنسان حينما تبلغ روحه الحلقوم حينما تبلغ التراقي أول شيء يخطر بباله عمله لأنه الشيء الوحيد الذي يبقى لك سمعتك تتلاشى السمعة ديالك تمشي وتصبح حديثا وكفى أتولي كلام أكبر الملوك في التاريخ وأكبر الأباطرة في التاريخ وأكبر الكبار في التاريخ صارت حياتهم التي عاشوها قصصا تحكى للعبرة أو للتسلية الشيء الوحيد الذي يبقى والشيء الوحيد الذي يفكر فيه الإنسان آنئذ يعني ذاك المعقول اللي كيبقى هو عملك آنئذ يقول الله جل وعلا إلى ربك يومئذ المساق في تلك اللحظة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وذهب إلى أهله يتمطى العمل فلا صدق وهو الزكاة ولا صلى وهو الصلاة وذلك من أعظم ما أمر به المسلم صلاته وزكاته وهذه الآيات في هذه المقاطع تحكي واقعنا بالضبط باش ما يبقاش القرآن كيتقرا في الهواء يجب أن ينزل
وأن يتنزل على مواجدنا وواقعنا الاجتماعي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، والتمطي الاختيال والافتخار والعجب. بنادم عجبو حالو، فرحان براسو، فرحان بالأموال ديالو، فرحان بالسيارة ديالو، فرحان بالأهلين ديالو والقصور ديالو. كذب، وهم، خيال، غرور. نعم نحن مسلمون لا شك في ذلك، ولكن الله جل وعلا ما خاطب المؤمنين بأحوال الكفار إلا لأنها أحوال معدية. علاش رب العالمين يحكي لنا قصص الكفار بشكل مفصل، وقصص المنافقين بشكل مفصل، والأحوال ديالهم النفسية والاجتماعية، باش كيخبرنا رب العالمين بأن داك الشيء كيعدي واخا راك مسلم، الأحوال ديالهم تعديك. فإذا صارت العدوى إليك صرت إلى مآلهم. لما تركب فيك العدوى واخا باقي مسلم، النتيجة ديالك كتولي بحال النتيجة ديالهم. ولذلك قال ولكن كذب. صحيح أنك أنت كتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن أفعالك تكذب أقوالك، أفعالك تكذب أقوالك، لأنك توليت ولكن كذب وتولى. أعطيت بالظهر ديالك لنداء الله، وأعطيت بالظهر ديالك لحقوق الله، وجريت وراء الدنيا تلهث من أجل حقك ظلما وباطلا. لأن كل حق، كل حق يكسب على حساب حقوق الله فهو باطل. أي مصلحة، أي منفعة ليك أو المجتمع أو لأي جهة تأخذها وتكسبها وتحققها ولكن على حساب حقوق الله، فذلك حق كذب، بل هو باطل ليس بحق. حقوق الله أولا، ثم حقوق الناس. وحقوق الناس آنئذ لما تدخل في الدائرة ديال الإسلام تصبح من حقوق الله، كتولي من حقوق الله، لأنك وفيت لله أولا، وفيت لله أولا. قلت هذه الآيات تتحدث عن واقعنا فعلا، لما نخرجوا الشوارع ديالنا فرحانين بروسنا بسياراتنا بضجيجنا يملأ الزمان والمكان، ونسهر الأواخر الليل ثم ننام عن حق الله، فلا صلاة لا للفجر ولا للظهر ولا للعصر ولا لما بعدها جميعا، وننتهك الحرمات من الزنا وشرب الخمور والفساد والفجور. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، فرحان براسه، عجبه الحال بحال دار شي مزية، وهو قد أشعل الحرب على الله. ماذا ينتظر لمثل هذا؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني ربي خلقك هكذا وكان فوضى سيبة، ما كاين حساب، ما كاين موت، ما كاين بعث، ما كاين نشور، أبدا. ماشي هذه الحقيقة ديال الكون، وماشي هذه الحقيقة ديال الدنيا، ولا هي حقيقة القرآن الكريم، بل ما خلق الإنسان إلا ليكون عبدا، ليكون عبدا، ماشي ديال راسه، ديال مولاه اللي خلقه. ونقرأ كل مناسبة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الغاية اللي تخلق لها الإنسان أن يكون عبدا، ماشي غير بالمعنى ديال خصو يصلي ويصوم يمارس العبادة، نعم، ولكن خصو يعيش حياة العبودية لله، ما يبقاش يجيب له راسه ويجيب له شيطان ويقول له راه هو ديال راسه يدير ما بغى. هذيك حياة البهائم، حياة الأنعام الذين حسم مآلهم في القرآن. أما حياة المؤمن فهي تحقيق العبودية لله، لكي يعرف الدنيا اش كتسوى، وكي يعرف أيامها الكذابة الغرارة، فلا يكون مع الحياة إلا كيسا فاطما، وينتبه إلى نفسه ويستدرك الموقف قبل فوات الأوان، ويراجع نفسه واش فعلا، سول راسك ودخل في الجوف ديالك، دير حالة استبطان، يعني عيش غير مع راسك، ما تشوفش جنابك، شوف الداخل، واش أنا فعلا في قرارة نفسي راني فعلا كنحس بأن عبد ديال مولايا، أم أنني طالق لراسي، طالق راسي الحبال كنجول ونعيش كي بغيت. إن لم تكن تلك وكانت هذه فأنت إذن عبد آبق، عبد هارب، هارب الملاك، فين غادي تهرب؟ إلى متى؟ ربي تعالى كل واحد فينا داير لواحد الحبل، طولوا له إلى حين تجري تجري تهرب حتى كيتسرى الطول ديال الحبل ويشدك الحبل بقوة وطيح، فذلك هو الأجل بالضبط، شت بنادمي غادي غادي حتى طاح مات، يعني الحبل ديال العمر دياله هو هذاك، العمر هو الحبل، الحبل اللي دالك مولانا تسالى الطول، شحال قدك تجري وما حدك تجري وانت تسالي في الحبل، ما حدك تجري وانت تستنفذ الحبل والطول وتستغرق لحظاته القليلة، فإذا انتهى بك على قدر سرعتك تكون نهايتك، بدك الجهد باش كنت غادي كتكون طيحة قوية ومجهدة، لأنك ما ردش البال للحفر وما ردش الحبل باللي راك مكتف، ما راكش ديال راسك، انت مشدود إلى حبلين سميه العمر، حبل مشدود إلى عنقك اسمه العمر، لما كينتهي بحال هذيك الدابة اللي مشدودة بالحبل وكتوهم جهلا منها وبلادة بأنها حرة لأن حست بالحبل طويل، ولقات راسها راه كتجول في المكان ديالها وتاكل هنا وهنا، ما كاينش اللي كيراقبها، هكذا تظن، فلما تبغي تجري واحد الجريه كتجي في الأرض، وينتهي آنئذ أجلها. رب العالمين يذكرنا بحقيقة الخلق أولى لك فأولى، يعني انتبه يا ابن آدم إلى حقيقة خلقك، أنت من أنت، أولى لك ألا تزيغ وألا تضل، وكررها مرارا وتكرارا من أجل أن تنتبه إلى هذه الحقيقة الصارخة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، بلى فعلا، وهو الخلاق العليم جل وعلا. اختصر لنا رب العالمين المراحل ديال الخلق، منذ أن كنت كائنا مهينا، نطفة من مني تهان مهينة، منها خلاقك، خلاقك الله تخليقا، وطلع منك هذا بنادم السوي اللي تجي تبدأ تفخم على عباد الله وتستكبر وتملأ الطرقات بالصداع والضجيج والكبرياء. مازال بنادم اللي غافل يبكي على ايامه ويبكي على اللحظات ديال القوة دياله، نهار يحتاجها وما يلقاهاش، نهار يبغي الجهد باش يركع وما يلقاهاش، ويبغي الجهد باش يسجد وما يلقاهاش، ويبغي القوة باش يصوم وما يلقاهاش، فات الفوات، فات الأوان، وانتهى ذلك الزمان الذي كان ينبغي أن تحقق فيه عبوديتك لله، الوقت ديال الدمعة ديال العمر، الدمعة ديال العمر الحرة أعطيتها للشيطان، ولا تعيش اللحظة الواحدة مرتين، ما يمكنلكش تعود تعيش القوة ديالك جوج مرات، لحظة واحدة الدنيا كتعطيك فيها تجربة واحدة،
لا وجود للحظة تتكرر في حياة الإنسان إطلاقا، يا إما تجيبها في الصواب يا إما ضاعت منك وإلى الأبد. حينما المؤمن يبصر هذه الحقائق، إذا أيقظه الله من سباته جعلنا الله وإياكم فعلا من المستيقظين المنتبهين. فإن كان كيسا فاطنا كان بعقله وبالفهم دياله، فما عليه إلا أن يبادر إلى إنقاذ نفسه. قوا أنفسكم وإنقاذ أهله وأهليكم. من ذلك المصير الرهيب الذي ينتظر من أخل بحقوق الله ويفر، يقلب على الطريق منين يهرب؟ ولا مهرب إلا لله، ما عندك فين تهرب من رب العالمين إلا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا ملجأ منه جل وعلا إلا إليه، ولا منجا منه إلا به. فلذلك الإنسان المؤمن الكيس الفاطن أول حساب خصو يعيشه لذاك النهار دياله. 24 ساعة اللي كتعيشها كل يوم عندك فيها حساب، هذا الحساب مبني على حقوق الله المسطرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أول شيء خصك تعرف على حقوق الله، عيب وعار وحشومة عن الإنسان أنه ما يعرف الحق ديال الله فين كاين. يقول يا ربي ما كنتش عارف. واجب عليك تعرف، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن والحمد لله سبل المعرفة ميسرة في هذا الزمان أكثر من أي وقت مضى. باش تعرف الحق طرق ديالو السبل ديالو ما عند أحد في هذا الزمان، هذا من وسائل الاتصال من جميع الآلات إلى ما قريت تسمع القراية. وكتاب الله سهل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مشكلة هو في ذاك الإنسان اللي يفتح الكتاب وينصت إلى كلام الرحمن يتلى باش تعرف حق الله كين هنا وحق الله كين هنا وحدود الله كين هنا. هذا لا ينتهك، وهذا يقام ويطبق وينفذ باش تعرف حسابك في الدنيا قبل الآخرة وتربي عليه ولادك. لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه خلقنا ورزقنا. خلقنا، هل قلد ديال كينا خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، ثم رزقك أعطاك النعم. والرزق بالمعنى الواسع مش غير الماكلة، الأكل والشرب واللباس والزواج والبناء والتعمير وسائر أنواع الشهوات الدنيوية. رزق رزق. فلله عليك حقان إذن من الأعمال من بعد ما تسلم لله خلق الكون وألوهية الكون وربوبية الكون. ففكر فإن الحق الأول عليك حق الخلقة، راه خلقك ولم تكن. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن هذا البدل اللي تخلق خصو يركع لله الواحد القهار. الصلاة حق الله على البدن وتتبعها حقوق، ولكن هي رقم واحد. وثبت هذا في الأحاديث الصحاح المتواترة في معناه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. شوف صلاتك كتصلي، نعم شوف صلاتك والصلاة فعلا أم أنها ضرب من العبث. واش انت نيتي لا تعطلك هذاك الميف ديالك ديال الصلاه انت براسك تقدر تقبله يعجبك؟ يعني لو اعطيك عمل، ولله المثل الاعلى ولا مشاحه في الامثال، جبت خدام يخدم لك واحد الخدمه وخلصته على ديك الخدمه ودار لك واحد الخدمه مفتونه، هل ديك الصلاه اللي كتصلي تقبلها منه؟ فكيف اذن تعطي لمولاك ما لا تقبله من غيرك؟ طبعا معروف أنك ما تقبلش،
صلاتك أولا وهي حق الله على البدن، ثم الرزق اللي رزقك مولانا الكريم الرزاق ذو القوة المتين له عليك فيه حق وهو الزكاة. فكتبان هاد جوج ديال النعم كبيرة من بعد الهداية، ثلاثة المحطات في حياة الإنسان، خلقه الله ثم رزقه الله ثم هداه الله، وكل نعمة من هذه النعم كتفرع عليها نعم كثيرة لا حصر لها، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن ما كناش وكونا، خلق ثم من بعد أن خلق رزق، رزق جاب لك اللي يقابلك اللي يرضعك اللي يرعاك اللي يوكلك اللي يشربك وهيأ لك الأسباب للحياة والعمران في الأرض، وكله رزق. ثم جاب لك الدين وهو الهداية، ماذا بقي للإنسان أن يستزيد؟ ونعم الله قد أحاطت به وأغرقته. فلذلك إذن حق الله بعد توحيده على العبد أن يصلي له الصلاة الواجبة والنافلة كما ينبغي. لمن؟ لله. صلي الصلاة كما بغاها الله، مش كما بغيتها أنت، لأن ذيك الصلاة ماشي ديالك، هي حق الله عليك، حق الله عليك، فينبغي أن تصلي له كما أمر وكما أراده، ماشي كما بغات الظروف ديالك والوقت ديالك والوظيفة ديالك. كلا، رب العالمين أرادك أن تكون عبدا له وليس عبدا لمالك، وعبدا له وليس عبدا لظروفك، وعبدا له وليس عبدا لوقتك. فصلي لله كما أراد الله إن كنت عبدا لله، وإلا فقد تقدم الكلام إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم هذا الرزق الذي رزقته من مال وجاه وسمعة اجتماعية وكل ذلك كتعطي فيه حق الله وهو الزكاة وما يتفرع عنها. ولذلك وجدنا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الصلاة والزكاة فيهما لا ينفكان. مع عمر الصلاة مع الزكاة ما كيتفرقوا في الدين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، سياقات لا تنحصر في الجمع بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة حق البدن الكبير، كاين حقوق الأخرى كالصيام، لكن الصلاة هي التاج، هي الرأس ديال الحقوق. فلا يسلم للعبد عمل من صيام أو غيره إن لم تسلم له صلاته. كل شيء كيولي غير ضياع الوقت وضياع العمر بلا فايدة إن لم يكن المؤمن قد أنجز لله الصلاة وأداها كما يريدها الله. وبعد ذلك من النعم المستفيضة على العبد تخرج الزكاة، فتطهر بها نفسك وتقتل بها شحك وتخسئ بها شيطانك، باش تكون عبد ديال ملك مش عبد ديال الوساوس ديالك والعبد ديال الشيطان ديالك الذي يغرك ويعيدك الفقر. هذه المبادئ الكبرى للدين هي التي ينبغي أن نعمل على غرارها وعلى ويزانها، وأن نسعى إلى الله بها وعلى صراطها، ونمشي في هذا الطريق ونتبع أولادنا معنا ونتبع الأبناء ديالنا معنا. غير معقول وأنت تعلم هذه الخطورة وهذه الحقائق وابنك أو ابنتك قد بلغ أو بلغت مبلغ التكليف وباقين مهمولين، النفس ديالك تقول لك دبر رسوم لك حساب ولهم حساب، ولكن عليك أيضا حسابهم كما بيناه في خطبة سابقة. انت بحسابك وهم بحسابهم، ولكن غادي تحمل واحد الإضافة ديال البيان وديال التربية، وأنهم اللي كانوا في سن ديال المطاوع
يعني باقيين طريين لا جبتو للجمع يجي، مازال ما قدرش يقول لك لا. ما كنتش كتجيبوا للجمع، ما كنتش كتأمروا بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما كنتش كتعلموا الحق وتحذروا من الباطل. حقوق الله ينبغي أن نعلمها لأبنائنا كما ورثناها على والدينا، خصنا نورثوها للأجيال التي تأتي بعد. ومع الأسف حاضرنا وواقعنا يشهد على قطيعة بين الأبناء والأباء، قطيعة بحال هاد الجيل اللي مولود دابا ماشي ولاد هاد الناس هادو اللي كانوا عاد دابا، بسبب الفرق المهول بين جيل وجيل. المسؤولية الأولى على الأسرة كما بينته قبل، المسؤولية الأولى على الأبوين، ثم بعد ذلك على الأبناء أنفسهم وعلى محيطهم. حقوق الله ينبغي أن يتعلق بها البيان الدائم المستمر، وأن تستمر بها رسالة التربية في الأسرة وفي غير الأسرة، ومن قطعها قطعه الله جل وعلا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا لك من الشاكرين، وجعلنا لك من التوابين، وجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم فرج الكربة، اللهم اهدنا سبيل الرشاد، اللهم اهدنا سبيل الرشاد، اللهم اهدنا سبيل الرشاد، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بجلالك من كل فتنة ومن فتنة هذا الزمان خاصة، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين وأولياءك المتقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اغفر ذنوبنا وارحم ضعفنا، وتجاوز عن خطايانا برحمتك وعفوك، إنك أنت العفو الغفور، إنك أنت الرحمن الرحيم. وانصر اللهم ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، انصره اللهم نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن به لهذا الدين في هذا البلد الأمين. وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن، اللهم واحفظه في أسرته الشريفة جميعا، اللهم واجعلنا لك بذلك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.